وش صار يا رجال؟ وش صار؟ حلالنا راح، حلالنا نخاذ، انغزينا وخذينا. يا حيف ويا خسارة، يا حيف يا حيف ويا خسارة. ماني طايق اسمع شيء، ارجاك يا عم. لو سمعت شورنا ما راح حلالنا وهذا حالنا. ما راحت يا عم، ما راحت. طول عمره بالغزو، بيه غالب ومغلوب، بيه ناهب ومنهوب. من راسي ومن راسي، غير اضربهم ضربة ما يقومون منها. وشتت شملهم عقبيش، عقبيش تشتت شملهم عقبيش، عقب ما صاروا قوة كبيرة. تشوف يا عم، تشوف يا عم. يا راعي البيت، ما اللي نادي؟ ضيف. يا هلا والله ومرحبا. مساك الله بالخير. مساك الله والرضا والطاعة. أبوك هان؟ الله الله موجود. أقرب تقهو. عشت. تقهو. عشت. يبا، عندنا ضيف. السلام عليكم. عليك السلام. يلا حيه. هلا بك. حي ودوك. يا هلا يا رب. بخير. يا هلا. تفضل تفضل تحت. زيد فضلك. يا الله. يا حي الله الشيخ هشمان. الله يمسيك بالخير. يسعد مساك يا هلا. يا رباح، انا جيتك لبيتك نخيك. ابشر. ابشر باللي اقدر عليك. خلاص. خلف غزانا وخذ حلالنا كله وحلالي معه، وأنا جيتك ترد لي حلالي من خلف. طلبك ما هو هين يا شيخ. أدري، أدري إنه ما هو هين، غير ما بي غيرك يمون على خلف ويرجع لي حلالي. يا شيخ هشمان، خلف ارسلني عليكم نوبتين يترجاك وترجعوا حلاله، ما قبلته، حتى اجبرتوه يغزيك وياخذ حلاله، وهالحين جايني عشان ارجع حلالكم، وانتم لو وجبتوني ولا اخذتوا خاطر. قل له، قل ارسلني خشمان وانا متوكد انه يرجع. انا لو اروح الخلف واطلبه ماله وحلاله اخذه عن طيب خاطر، لكن هذه صعبه علي انا. شوف غيري يا خشمان. لا تخيب رجاي يا رباح، انا نخيتك وقاعد ببيتك. لا تجهد بلاي يا خشمان، انتم ناس تريدوا تاخذوا متعب، وانا حين اروح الخلف لازم يكون معي شيء افاوض عليه، يعني شيء مقابل شيء. شيء؟ شيء مثل ايش؟ الذياب يرجع مثل عهد ابوها الاول، وترجعوا جيران وتحترموا حق الجير، وخلف يرجع حلالكم، يعني وحده بوحده. هذه عند ذياب، ما هي عندي، وأنا ما أقدر عليها. ذياب لزوم يدري بالسالفة ويوافق عليها بعد. يا رباح، إن أنت رجعت حلالنا من خلف، أنا حينها ألزم ذياب يقبل. لا يا شيخ، أنا ما أروح الخلف إلا معي ثبات من ذياب إنه يحترم حق الجيرة ويمشي على ممشى أبوه الله يرحمه. خسلي، سلم عليك. هلا. مع السلامة. يا رباح، الرجل طلع زعلان.
حق ما ينزعل منه. هذول الناس عندهم ياخذوا ما يعطوا. وانا تعبت من سواليفهم الفاضيه. صدق من قال هيبه، الحياه قرضه ودين. ايه بس عافي علي استدين وخلف استدين. انا اشهد. هيبه اللي صار عيبه بحقنا يا الربع. حنا زوم نرجع حلالنا بالحال. الناس ما تقدر تعيش بأي حلالهم يا شيخ، ولزوم نرده قبل يفوقون ويطلع حسهم بالعرب. أريد 1000 فارس من خيرة فرسان القبيلة. 1000 فارس؟ أريد أضربهم، أريد أشتت شملهم وتقوم لهم كايبة. يا الربع يا وجوه الخير، الليلة فرحتنا كبيرة برجعة حلال جديعان وربع. بي شيء ثالث فرح الناس وما قلتوا يا خلف. وشو يا جديعان؟ الغنائم اللي غنمناها وجبناها مع حلالنا، مو هو الواجب تقسمها على الناس يفرحون بيها؟ الغنائم هذه تظل عندنا وما ينصاب منها شعرة واحدة. ليه؟ هذا حق للناس لازم تقسم عليهم. الغنائم هذه تظل رهينة عندنا لما جينا دياب براس، ويحترم حق الجار حينها تعاود لها. وش صار عدد الفرسان يا رب؟ بعدهم ما وصلوا 1000، لكن عددهم ما هو قليل نقدر نغزي بيهم. أنا قلت 1000 فارس، ما أريدهم ينقصون واحد. يا شيخ لا تحرمني أكون معك، أريد أخذ حقي منهم ودش في غريلي. أريد أغزيهم قبل يهضون الناس علي ويطلبون حلالهم. الشامتين كثار ودي أسد حلوقهم. أحد شمتان بالديرة غير خشمان. ولد هذا عمي أكسر الهرج، لو تذكره تقول الشيخ خشمان. إيه العذر منك يا شيخ، زهق لساني. الشيخ خشمان. حي الله بالعم العزيز، حي الله من لفانه، هلا براع اشياه. شلونك يا خاب؟ عساك بخير. الحمد لله، طول ما انت بخير حنا بخير. ها وش العلو؟ اي جيت اعلمك وش يصير عند الشيخ دياب. اي وكاد وده غزيني لجل يرجع حلاله ودلوعهم على حلالهم مثل ما لوعوا ربع جديعان. وده يغزيك بالفارس، وانا واجب علي جيتك اعلمك قبل ما يجوك غفل. تعبت روحك يا عم، هذا من طيب دباك. الدم ما يصير مي، صحيح انا ساكن عندهم لكن روحي وعقلي عندكم. زين يا عم، ليه مبني لك بيت هان تسكن عندنا؟ وين ما اكون ساكن يظل الاصل جواي. أنا قبيلتي هي ساكنة بي، ما هو أنا ساكنة بها. وعندهم أنفعك أكثر ما أكون عندك. يا عم سلمان سم طال عمرك. سم الله هداك. تروح أنتم حيلان لديرة الشيخ سليم ولديرة الشيخ ابن وردة، تطلبون منهم الفزع لعربهم. وش عندك من علوم جديدة يا طويل العمر؟ جانا علم ان ديرة الشيخ دياب يتجهزون الغزونا بجيش كبير. افا يلا يا محيلان، دابنا نروح وناصر بيومنا. مشينا يلا. عيد علي دعونك يا شيخ. تجمع الفرسان وابن بيوت الحرب وكثروا من البيوت حولهن حتى نقدروا يصلونها بخيلهم، نوهمهم ان هذا ديرتنا وما يصلون لهنا. تم امر يا شيخ، توكلنا على الله. سلم عليه. يا الربع جانا علم من ديرة الشيخ دياب
انهم يتجهزون الغزونه بجيش كبير، وانا ارسلت سلمان ومحيلان العند بن ورده والشيخ سليم اطلب منهم الفزعه، وانتم لازم تكونوا متحضرين فرسانكم وسلاحكم. من هو اللي جاب لك العلم يا شيخ خلف؟ انت ظن يا جديعان ان الشيخ ذياب وربعه يخلون حلالهم عندنا وما يرجعوه؟ احنا لازم نكون متحضرين بيات وقت حتى لو ما جانا علم. صدقت طال عمره، صدقت. احنا الاسبد ما نكون جاهزين ومتحضرين لهم بكل شيء. وبالنسبه لي رايح اجمع رجال عندي. وانا ارسلت بعد عيد وفواز وعلي يبنون بيوت الحرب ويجهزون فرساننا وسلاحهم. وحنا بعد معك يا شيخ خلف، حدنا معك. هذه الغزوة تحتاج العطفة. تقولكم بلا حرب وتشيش روسكم. رأيك زين يا شيخ، لزوم العطفة تكون من زينة البنات. بعد الزينات كثيرات بعربنا، لكن أنا براسي واحدة منهن هي تكون العطفة. من هي؟ سعدة. سعدة بنت العم خشمان. لكن العم خشمان يقبل؟ الزوم يقبل، ليه ما يقبل؟ هذا عليك يا شيخ، تروح له انت وتطلبها منه. المهم هي اللي تقبل. يومك يا عم. هلا هلا هلا، من جانا؟ انا بالشيخ ذياب. انا راس عاد. هلا يا عم. هلا نواف. هلا بيك. بدنا نرجع حلالنا يا عم. هذا واجب علينا جميعا رجع حلالنا. انا نويت اغزي. جاني العلم ودك تغزي بلد فارس. وهذه الغزوه تحتاج العطفه، تقود الفرسان وتحمي روسهم. ها، من برايك تكون العطفه؟ بابي غيرها، سعده. هذه سعده تسمع. وش قولك يا سعده بقول الشيخ؟ ما ودها قول يبا، اكون العطفه. تسلم تسلم يا بنت العم. يا سلمان يا خير، قل الخلف حين تقع الواقعه ان معهم مالنا ورجالنا، ما هو سليم الحاول يقعد هو فرسانه وعلى قهوتهم ودلالهم ويتفرجون عليه. كفر يا سيف. يا شيخ الله معك يا شيخ. يا نجام يا وجوه الخير، يوم وصلت مراح ابو محيس لقيته راح، قلت اروح يا مدير تذيار، ولو ودهم يذبحوني خلهم يذبحوني ولا اعاود بلي علم. راي ذياب عرفناه، ويا ليتك ما وصلت. زين، وش علوم الشيخ سليم؟ طال عمرك الشيخ سليم اللحاوي ترى لحي غانمه، والله قبل اطلب فزعته قال انا ومالي وحلالي مع خلف. اي، ويوم تقع الواقعه حنا معه. كفو. وانت يا محيلان، وش علوم ابن ورده؟ ابن ورده يا طويل العمر قوله مثل قول الشيخ سليم، حاضرين معك بالمال والرجال. يا سلمان يا خير، قلت انك وصلت لعندي ذياب، شفتهم متحضرين لغزونا؟ والله يا اللحية الغانمة، الله يلعن الكذب، قوطرت بليل ونكست بليل، لكن اللي يوصل العلم وكاد علمه عند خلف. اي، حنا يا شيوخ ما عندنا علم، لازم يا شيخ خلف علمتنا عنه يوم جاك وسمعنا منه. الرجال ما وده حد يعرفه غير، خاف يصل علمنا ذياب عنه. ومن وده يوصل العلم عنه؟ أنا ولا بن هيثم ولا بن غصاب؟ ما بي داعي لهالكلام يا جديعان، ما بي داعي. أشوفك ما عديتني مع بن هيثم وبن غصاب يا جديعان.
أنت صرت نسيب والنسيب قريب. صح لسانك، عديت الصحيح. وبعد ليه تطلب فزعة الشيخ اللحاوي والشيخ ابن وردة بلي علمنا وشهورنا؟ ولا ما حنا شيوخ؟ ولا ما ودك إيانا نكون متحضرين لملاقاتهم؟ وش الهرج هذا يا شيخ اجتيعة؟ علامة وش صاير لك؟ أشوفك الأيام هذه صاير طخك فوق الراس بشبري. علامه الهرج، علامه هذا الهرج اللي لازم ينقال. خرف لا يقول ولا يشاور. اجدعان، هذا الكون كونة القبائل كلها، الحاضر منهم والغايب، ما يكون تخلف الحال. عقبها يا نرضخ لشروط الذياب ونرضى بالجور، يا نكون رجال والسيوفنا على المعتدي جور. يا خلف خلف الحق الناس هجم علينا. سواها ذياب، كل الفرسان يجون على بيوت الحرب بساعة. وانا وراك يا خلف. يا شيخ الحاوي، اقصرانا يتجهزون الغزونا. وش قلت؟ ما عاش من نام على ضيم وطاطا راسه. انت على من رحت لغيري؟ طال عمرك انا جيتك، وانت اللي ترسلني للي ودك اروح يمه. زين اسلم، انت تشوف ابن وردة وانا وفرساني باسر عندك، تقول الخلف اهلك وربعك ما يخلونك. كفو كفو يا الحاوي، دول انفع. الشيخ سليم متى قال وده يمشي يم؟ والله يا شيخ ابن وردة، على ما سمعت من الرجل قال باسر يجي مع فرسان. الزوم يا الربع نكون بول الركب، حنا وعربنا. تحضروني يا رجال. ابشر يا شيخ، حنا فداك. ابشر. والحاضر منكم عجب الغايب، بل سمعوا تفهمون. ابشر يا شيخ، حنا فداك. ما قصرت طال عمرك، ما قصرت. فرسان ذياب دربهم يمنى وأعدادهم كثيرة، شفتها شوف العين. وبعون الله حن لهم. يا رجال يا أبين الريح، اليوم يومكم، تدافعون فيه عن حلالكم وعيالكم. رد المعتدي خايب، وخلوه عارف من انتم. حنا العراق يا شيخ، حنا حلاب تدر وعالمعتدي جور. وحلاب كل الضيف قبل يدري مرات السيف للخيل نطاحه، ودخلهم عرفوا انه احنا الموت على حمر. ما يجمع شملنا الا الصيحه المنيه والدنيه، المنيه والدنيه، المنيه والدنيه. نمشي على الخطة اللي اتفقنا عليها. أنت يا فواز تاخذ معك سربة من الخيالة وتكمنوا لهم ورا له ضبط، وأنت يا علي تاخذ معك مجموعة من الفرسان وتكمنوا لهم بالواد. أمر أمر يا شيخ. حرصوا على روحكم زين. ها توكل على الله. يا بن الريح توكلنا على الله. عليهم يا رجال. أنشدك عن خمسة جل، لا من خيل
ولا من بل، اثنين بالشمس وثلاثة بالظل، وشهن؟ الصلوات الخمس، اثنين اللي بالظهر والعصر، وثلاثة الفجر والمغرب والعشاء. صحيح، هاد عنده غيرها. أنا أقول، قول أنشدكم عن شيء سلى الخيل والنوق، وكل البراري بالمحبة سلاها. تضحك له البيض العذارة سه فروق، ويدفي قرانيص القطة سماه. الصقر. لا لا، قرانيص القطة. لا لا. زين، وش هو الشبه بينها وبين الغزال؟ ما بي شبه غير انه هرهف القلب. والشبه بينها وبين النعامة؟ بس يقال قودنها الوزن. اي بالله، صدقت يا مخلد. تعال قوم شوف بنت عمك سيدة، كان ناقص شيء. تمر. يا شيخ جديعان، المفاله والبيوت تحتاج من حماها بالعركه، وانتم خير من حماها. لله، انا ورجالي ودنا نكون بورا الغاره. يا خلف، انا ورجالي معك، المكان اللي تريدنا نكون به حنا به. الله حيك. ولا بعد يا خلف، انا وفرسان قبيلتي تحت امرتك، وبالمشان اللي تبي. قولوا فعل يا ابن غصاب. ومع رجالي هيك يكون النصر بعون الله. بعون الله، بعون الله، بعون الله. ابشركم يا شيوخ. يا خير. بشر. شيخ سليم الحاوي وصل. ها؟ الله يبشرك. الله يبشرك بالخير. زغرة يا بنات، وصل الحاوي بن وردة زغرته. انتن الاصايل بنات الفصايل اللي متهاب الخصايل، لو هنغاليات الاثبات. يلا بحييتن. الله حيي الشيوخ كلهم باسمه، ومنصورين بعون الله. جمع من فرساننا مكمنين ورا الهضاب. علي عندك يا شيخ، خذ فرسان الشغل حاول مكانهم. أبشر. الله حي النشامة، الله حي الفرسان، النصر لله، بعون الله. الله حيكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. يا الفرسان، أشوف مجموعهم قدامنا.
ابشر يا رجل، وش العلوم؟ ابشر يا شيوخ، كسبنا الكونه واخذنا عطفتهم منيعه. انا خلف ماني تبيع المتبوع ساس النقا والمرجله والكرامه، مدى يبعد من معاويد ميقور والمجدليه من فقاره سناه، ونعودت ما بين سابع ومسكور عن ما يكدرنا نسوق الجهامة، ولنا من المولة تفاريج وسنور، والجولة غيم نطير عسامة، الشلف نرويهن من الدم قرطوع، لا من ولد اللاش قصر مقام. يا خرف جينا وحقك علينا، يا خرف جينا وحقك علينا، لعيون الناس صارت هالبواية، لعيون الناس صارت هالبواية، لعيون الناس صارت هالبواية، لعيون الناس صارت هالبواية. حربنا اليوم ما انت عرفت العطفة بنت من تكون؟ لا ما عرفت. هذه بنت خشمان. علام العطفة هيا تحول عن الهودة. إذا الشيخ خلف يجيها. خلف. تريحت حين شفتك. وش اللي جابك معهم؟ وأنت تعرف إنهم غازين خلف. طلبوا مني أكون العطف. وانت منعتني. انا منعت العطفه؟ ما منعت سعده. كان خاطري اشوفك بساحه الميدان. وانا بعد فرحت يوم شفتك عندنا. يقولون اللي ياخذ العطفه منيعه تكون له، وانا عندك ملك يمين. تجوزني يا خلف. لا ما يصير. ليه ما يصير يا خلف؟ انت وهلي قوم، يعني ما يصير نتجوز غير الحين. انت جوزتك وانت منيعة، ما هي بحقي ولا بحقك زينة. انت ما بقلبك محبة لي مثل ما بقلبي لك. انا اريدك، وعاهدت نفسي ما اكون لغيرك. انا ما اعقد عليك الا برضى ابوك. هذه سوادينا اللي ما نحيد عنها ابد. ولد عمي طعان واقف لي، وانت وهلي حروبوا كونات، وشلون ودك تعقد علي؟ اجيهم بالحسنه لاجل خاطرك بس. اجر اردك لهلك معززه مكرمه، ما تروش ربعك اللي عندنا كلام. ما اريد اعاود، انا اريدك تكون راعي البيت، ما اريد غيرك يا خلف. اكون خلف انت جوزت منيعتي؟ الناس ما تعرف انك هويتيني على السمع، ما تعرف انك ودك اياني راعي لبيتك. الناس يقولون خلف تجوز منيعته غصبا عنها. تريدي شيء يا سعده؟ ما اكون مرة لرجل غيرك لو اموت. سمعت؟ الايام بيننا. عيني خير. يا وجوه الخير،
دعونا. أنا عندي رأي أريد أقوله قدام الجميع. قول يا خلف. الرأي عندي الرد الحلال اللي خذيناه والغنائم اللي كسبناها بالكونة ومعها بنت الشيخ خشمان. لله هذا الرأي ما يمشي علينا ولا أقبل بيه، والحلال ما يرجع يتقسم علينا، ما يرجع منه ولا شعرة. العركة اللي كسبناها يا شيخ جديعان أثمن وأزود وعز من الحلال كله، والطرش وده عاود مع بنت الشيخ خشمان. وش ورا رأيك يا خلف؟ رجع حلالهم، عندك سبب نجل ناخذ برأيك. والله يا شيوخ يا وجوع الخير، أنا قلت الشيخ جديعان يسبكني بالقوم ويطلب مننا أنه الرد الحلال ومعه بنت الشيخ خشمان. وليه الردوا هم جونا غازين؟ رد جميل يا شي، رد جميل للي جاك وفكك وانطاك ركوبته واطلق سبيله. قل يا شيخ قل. الرد حلال خشمان مع بنته. لجل معروفه معك انت، حلاله حلال ربعه كله، وده رد معه بنت الشيخ خشمان. هل ينسى المعروف؟ أكون ناكر للجميل يا شيخ. يا الربع السالفة ما تخص جدعان بروحه، في شيوخ واقفين ولهم رأي. وش رأي الشيوخ؟ اللي يقوله خلف هو الصحيح، وهو اللي يمشي يا جدعان. طاح من رجال بلكونة وبيه نساويب بعد، ولهم حق بالطرش والغنايم. يا خلف عندك سبب ثاني غير اللي سمعناه؟ اي عندي يا شيوخ. حين نرد طرشهم اكون رديناه بخاطرنا، مو بقوتهم ردوه، وهذا لنا مهي علينا. وحين نرد بنت خشمان وكانت خشمان نشوفها كبيرة ويسعى معنا للوفق، وهذا مطلبنا. ونعم القول يا خلف، ونعم القول. ما أشوفك بعد. كل شيء ورا النصيب، إن كان لنا نصيب بلقى وكاد نلتقي. إن كان اللي بقلبي هو اللي بقلبك جيبك الشوق وتجيني. أخاف إن جابنا الشوق لشوفتك تسلمين الهلج ويأخذونا مني. أنا أسلمك، ما كون بنت خشمان. زين يا سعدة، طروش هلج كلها مشت قدامك، وسوقن رجال من ربعي، وأنت بعد رافقك اثنين من الفرسان، أجل تصل لديرتك. لا تتوخر بالجاية، ترى عيني تظل على دربك. بيننا وبين هلج كونات يا سعدة، كونات. ردك لطروشنا المراعينة، وردك لي الهالي سالمة، وكاد يقدرها أبوي. وبعدين أبوي والذياب على خلاف، وكاد يزيد خلافهم من بعد خسارتنا بالكون. زين يا سعدة، لازم تمشي الحين، اركب الهودج أجل تصل قبل الليل. خاطرك. أمان الله. خاطرك يا خي، سلامة الله. عيون سعدة يمشي الركب دابة، محاببة من هابة بعارين، الياجا نهارا
فيه ضول وضبابة، عيال مكلب كسرون المغيرين. أسألك بالله يا مجلي يا عذابه، من يمن التعلمي ويش شفتين؟ يا بنت هذا فعلنا بالحرابة، ندعيك من عقب الزغاريد تبكين. يا بنت لا يغويك حز الربابة، وتغنين بك ذاك حين وذا حين. يا عم خشمان يا عم خشمان يا ستان يا عم خشمان يا ستان يا عم خشمان يا خير يا خير. أبشرك سعد عاودة. سعدة؟ إيه عاودت. إيه يا عم الله يبشرك بالخير. وينها وينها وين وينها؟ وحين عرف إن العطفة بنت خشمان قال رجعت كرامة لوجه أبوك، معززها مكرمة للديرة، ورجع الحلال معك. الله الله يا خلا، ما عاود حلالنا قوة فرساننا. الرجال يقدرك كثير يبا، ويقدر ما قفك معه.